السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد حسين من قناه سيرشاك. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. النهارده احنا هنتكلم عن مكمل محترم جدا، ومكمل فعلا فعلا الناس ممكن تكون مش بتديله حقه كويس، وهو الكولاجين. الكولاجين او اسم كولاجين لما بيجي في الدماغ بيبقى عباره عن مرقه اللي هو زي رجول الفراخ او شوربه الكوارع او الكوارع، وده فعلا حقيقي. الحاجات دي كلها بتساعد على تحسين المفاصل وحاجات زي كده كتير. بس اولا في بدايه الحلقه نقول مثلا ايه هو الكولاجين. الكولاجين ده بروتين الجسم بينتجه عادي، وبينتجه علشان يخلي الجلد مرن ومشدود كده، وبيخلي المفاصل تبقى مرنه لو انت مثلا نزلت ما تقعدش تطقطق اللي هي فرقعه الركب والكلام ده، ويبقى جسمك فيه مرونه وفيه احسن حاجه. طبعا مع تقدم السن بيحصل نقص، او الجسم بيبتدي يقلل الكولاجين ده او ما بيفرزوش بشكل كويس. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل بقى ظهور التجاعيد، او ان هو وشك بيبتدي المرونه فيه او الرطوبه اللي كانت فيه يبتدي تتجعد، وتبتدي التجاعيد تزيد، وتبتدي المرونه تقل. طب ايه اللي بيحصل؟ الناس كلها بتبتدي بقى تلجا للحاجات اللي فيها كولاجين. لو هو مثلا ما قدرش يجيب الاكل، او الاكل ده هنرجع له، يعني هقول لك ايه الاكل اللي فيه كولاجين، بيبتدي ياخد مكمل. طب المكمل ده بيعمل ايه؟ المكمل ده بيعمل حاجه كويسه جدا، ان هو بيفرز الكولاجين بشكل طبيعي، ان هو بيجيب لك ذا كولاجين من بره، بيبقى كولاجين بيبتدي يتفرز في جسمك بشكل طبيعي، ان هو بيحاول يحافظ على مرونه الجلد ونضارتها وكل حاجه. حتى انا كمان لاحظت الموضوع ده، لاحظت ان انا لما بقيت اخد الكولاجين ابتدى جسمي المرونه فيه تبقى احسن، ما تبقاش جسمي يقعد يطقطق، ما يبقاش في تجاعيد اكتر. فلما ابتديت اخد الكولاجين ابتدت الدنيا تتحسن اكتر واكتر. وكمان لو انت ابتديت تاخد الكولاجين بشكل افضل وافضل، هيبتدي جسمك يتحسن والمفاصل تتحسن، وعشان انا كمان بلعب رياضه فهتبتدي المرونه والهيكل العام او الهيكل الجلد العام طبيعي ان هو يتحسن ويبقى شكله افضل بكتير. وكمان الاكل اللي فيه كولاجين بشكل افضل، اللي هو اللحوم البقر طبعا، اللحوم عموما، الفراخ، وكمان الفاكهه زي البرتقال، زي الكيوي، زي الفراوله، حاجات زي كده كتير. انا معايا على فكره صح مكمل كولاجين اهو، بصوا مكمل كده افضل، كده افضل اهو. معرفش هو مكتوب بالايه، عشان بس مكتوب معكوس عشان انا بصور بالشكل ده. كولاجين حاجه اسمها هيدرولايز كولاجين، ده كنت انا شاريه من بدري. ده مكمل كولاجين، ده بيدي حتى كمان الجرعه الموصي بيها حوالي 6، يعني 6 حبايات. الحبايه الواحده بتاعته، بصوا يا جماعه الحبايه قد ايه اهي، الحبايه يعني لحد ما كويسه شويه، مش كبيره، بس فانا باخد حوالي 3 مش باخد 6 بس. فانا الكولاجين ده عموما باخده مش عشان الجلد بس، عشان المفاصل وعلشان يبقى جسمي يبقى فيه مرونه بس. ولو حضرتك حبيت الفيديو، او لو استفدت من الفيديو، اتمنى تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. ولو حابب تتكلم او حابب ان انا اتكلم عن اي مكمل تاني، انا الحمد لله عندي مكملات كتير قوي وبستخدم مكملات كتير، فاتمنى حضرتك تكتب لي ايه المكمل اللي انا عايز اتكلم عليه، وان شاء الله ان شاء الله اجيبه ونتكلم عليه سوا. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي، والسلام عليكم.